قصة البطة القبيحة. كان يا مكان كان في مزرعة كبيرة عايش فيها بطة بيضة حلوة، وفي يوم من الأيام حست إن البيض ابتدى يتحرك ويفقس، وخرج منه 4 بطات ما عدا بيضة واحدة ما فقستش واتأخرت شوية، ولما فقست خرج منها بطة حجمها أكبر من 4 بطات الصغيرين ولونها رمادي. بصت البطة الأم واتفاجئت بلون البطة وحجمها الكبير. أخدت البطة أولادها وقالت لازم أخرجهم وأعرفهم على باقي الطيور الموجودة في المزرعة. كل الطيور رحبت بالبطة الأم وولادها 4، أما البطة الرمادي محدش رحب بيها ولا حبها بسبب لونها وحجمها المختلف عن البط الصغير. مشت البطة الرمادي وهي زعلانة وحزينة، وفضلت تدور على أسرة تهتم بيها وتعيش معاها. راحت عند الفرخة الأم وقالت لها ممكن من فضلك أعيش معاكي وألعب مع أولادك الكتاكيت الصغيرين؟ أنت حجمك كبير بق 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 بق، وأعتقد أنك هتاكلي كل الأكل بق 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 بق، وتكوني السبب في جوع أولادي الكتاكيت الصغيرة بق 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 بق. مشيت البطة الرمادي وهي زعلانة وحزينة من كلام الفرخ، ولما شافت الديك الرومي وأولاده قالت لنفسها أنا حجمي نفس حجم أولاد الديك الرومي، ممكن يوافق إن أعيش معاهم وألعب مع أولاده. ممكن من فضلك أعيش معاكم وألعب مع أولادك الصغيرين؟ إزاي أقبل تعيشي مع أولادي بلونك الرمادي القبيح ده؟ مشيت البطة القبيحة وهي زعلانة جدا لحد ما لقت مكان جنب البحيرة استخبت فيه ونامت. وفي يوم من الأيام راحت البطة عند البحيرة تدور على حاجة تاكلها. شافت بجعة بتعوم مع أولادها في المية. قربت البجعة من البطة قالت لها انت مين؟ وليه انت وحيدة كده؟ وفين مامتك؟ البطة كانت مستغربة من اهتمام البجعة. أنا بطة لونها رمادي والكل بيقول إني قبيحة ومفيش حد قابل إني أعيش معاه، وأنا عايشة لوحدي. عرفت البجعة إن البطة الرمادي مش بطة وإنها بجعة، وكل اللي حصل ده بسبب إن البيضة بتاعتها فقست في عش البطة. وقررت البجعة إنها تاخد معاها البطة الرمادي وتهتم بيها مع أولادها البجع الصغيرين.